بسم الله الرحمن الرحيم صباحكم الله بالخير والعافيه مشاهدينا الاحبه مشاهدي قناه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه يجدد لقائنا معاكم صباح يوم جديد وحلقه جديده من برنامج نوافذ الحياه وراح نستعرض اكيد على حضراتكم الفقرات الوارده في حلقتنا لهذا اليوم واللي اكيد يختلف مضمونها من حلقه الى اخرى الفقرة الأولى هي فقرة كلام النور الحديث مروي اليوم عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في إظهار جواهر الرجال الفقرة الأخرى هي فقرة صناعة الحياة وأيضا قبسات من نور الرسالة الذهبية لمولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في الوقاية من بعض الأمراض الفقرة اللي بعدها راح تكون هي فقرة رسائل المحبة واللي من خلالها نستعرض ونطلعكم على الرسائل الواردة على الرقم الخاص بالواتساب واللي ظاهر أسفل الشاشة اللي راح يكون ثابت إلى نهاية الحلقة واكيد راح نكون سعداء بالتواصل معاكم والتواصل معانا أيضا عبر الخط الخاص بالواتساب. المحطة الأخيرة واللي مثل ما يعني اعتدنا خلال الحلقات الماضية أنه نعطيها مساحة أكبر هي فقرة المسابقات اللي من خلالها راح نطرح على حضراتكم أسئلتنا ونستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج إذا نبدأ أولى فقرات البرنامج لهذا اليوم وهي فقرة كلام النور خلي نتابع إذا مشاهدينا الاحبه تابعنا الحديث المروي عن مولانا الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في اظهار جواهر او معادن الرجال، طبعا هنا أنا مصطلح الرجال هو مصطلح عام شامل لا يختصر يقتصر على الرجال فقط او الذكور فقط وانما الذكور والاناث على اعتبار انه في هذا الموضوع يعتبر من المصطلحات العامة. هنا حقيقة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام بعث اكثر من رسالة في هذه الكلمات البسيطة والقليلة اللي حقيقة اغدقها علينا الامام علي بن ابي طالب انه كيف ما هو اثر الغنى واثر الفقر على الانسان وكيف انه الاثنين يعني الغنى والفقر يضعان الانسان على المحك هو الاختبار الحقيقي البعض لربما يعني يتذمر من حاله الفقر اللي هو عايشها ويعترض على حتى امر الله سبحانه وتعالى انه اني ليش خلقت ووضعت بهذا الموضع بينما اقراني يتمتعون بحاله من الاسترخاء المادي الله سبحانه وتعالى يقدر الامور يعني دائما وابدا يعمل ما في صالح الانسان حتى وان كانت الامور المحيطه بالانسان لربما يعتقد بها العبد انها ضد مصلحته ضد توجهاته وحياته بشكل عام لكن الله سبحانه وتعالى له فيها غايه لا يعلمها الا هو جل شانه. اذا لربما انت يا فقير وخصوصا هذا طبعا كلامي الى الشباب لو ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالاموال حقيقه ما كنت بذات الالتزام وتلك القيم اللي انت حاملها وانت فقير على سبيل المثال. والفقير ايضا الغني ايضا لو كان يعني رفعت منك الحاله الماديه ويسر الحال فاكيد ما كنت انت تتمتع بذات القيم اللي يتمتع بها. الشخص الفقير وبالعكس. هنا يجب علينا انه نتامل شيء واحد. دائما نشوف انه هذه كلمه احنا نسمعها ونرددها ولربما حتى عايشيها يعني مسيها احنا الطبقه اللي نقدر نسمي نفسنا طبقة المتوسطه او الطبقه الفقيره. دائما نقول انه حياه الفقير اطعم واعذب من حياه الغني، ليش؟ لأنه لربما الغني عندما يولد وفي فمه ملعقة من ذهب كل ما يريد يكون متوفر عنده كل ما يطلب يجاب ويسمع إليه بينما الفقير في بعض الأحيان عندما يريد فتح حاجة معينة لربما يتعب بالحصول عليها فبكل تأكيد أي قضية تأتي من تعب وتأتي من جهد لها طعم ثاني الها ثمرة، الها نكهة، يمكن ما يشعر بهذه النكهة الإنسان الغني. بالضبط أقرب الـ 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 ما تحدثت به مثل اللي عطشان ويشرب مي غير اللي ما عطشان ويشرب مي. أكيد راح يشعر بعذوبة المي عندما يكون عطشان ومحتاج هذا المي. أضف إلى ذلك كل ما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده بالمال كل ما ازداد حسابه. والحادثة المشهورة اللي حثت بين أمير المؤمنين وأبو ذر الغفاري أو أحد الصحابة الآن ما يحضرني اسمه وأحد الأشخاص جمع الناس وسألوا عن حساب الله سبحانه وتعالى يا أمير المؤمنين كيف يكون حساب الله سبحانه وتعالى فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تارة يجيب بالمنطوق النظري وتاره بالتطبيق العملي حتى يوصل الفكره فجاء بلبنتين مرصوصتين اللبنه المرصوصه هي الطابوق اللي كان يعمل من الطين واللبن فاوقد تحت الطابوقتين نار حتى اجمرتا كل واحده بيهن صارت حمراء من قد النار اللي اوقدها امير المؤمنين تحت هذه اللبنه. قبل هذه الحادثه قبل ان يجيب اللبنتين اعطى لي آه عفوا هو كان عمار بن ياسر او ابو ذر الغفاري، المهم احد حواري امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فاعطى ل آه آه ابو ذر در الغفاري درهم، واعطى لشخص اخر درهم، وقال لهم تاجروا بهذه الاموال بهذا الدرهم. فبعد فترة جمعهم جاب المسلمين جاب اللبنات المرصوصة أو قد تحتها نار جاء وقت الحساب توين وديت هذه الفلوس اللي أنا أعطيتك إياها فجاء بهذا الرجل قال له أخلع عليك واصعد على هذه الجمرة فامتثل لكلام أمير المؤمنين صعد على هذه الجمرة سأله أمير المؤمنين ماذا فعلت بالدرهم قال له اشتريت به حطب يا أمير المؤمنين وبعد وبعته يا أمير المؤمنين وبعد اشتريت به حطب بكمية أكبر يتحدث ويعني حقيقة يتألم من شدة حرارة هذه اللبنة اللي واقف عليها هو حافي إلى أن بقى لمجرد لحظات ما تحمل فقال أسعفني يا أمير المؤمنين بعد لا أطيق صبرا نزل يعني ما كمل ويا امير المؤمنين الحساب لانه ما تحمل النار اللي تحت قدمه. جاء بابو ذر الغفاري اخلعنا عليك يا ابو ذر خلعنا عليه، اصعد على هذه اللبنه، صعد ابو ذر. ماذا فعلت بالدرهم يا ابو ذر؟ قال له تصدقت به يا امير المؤمنين. خلاص. قال له انزل فقد انتهى الحساب. اذا نستشف من هذه الحاله انه حساب الله سبحانه وتعالى انت يا غني لما اعطاك هذه الاموال اكو وراك حساب وكتاب انت وين وديت هذه الاموال؟ وين انفقتها؟ هل ساعدت بها الفقير؟ هل انفقتها بمرضاتي؟ هل يعني عملت بها اعمال خيريه؟ مصادر هذه الاموال كيف دققت بها؟ يعني صدقوني الفقير دائما ينام على المخدة وباله مرتاح ما عنده فد يتحاسب عليه عنده قوت يومه لربما يكفي طلبات بيته وعائلته وكذا الحال بالكسبة اللي هم حقيقة الشريحة الأكبر بمجتمعاتنا إنه يطلع من الصبح ويتوكل على الله ويأتي بلقمة الحلال إلى أولاده وإلى عياله يكون بها ثمرة بها طعم ولهذا نشوف أنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون على العمل بكد اليد يقول لك اشتغل لا تعتمد على ورث لا تعتمد على جاه لا تعتمد على سلطان أنت اشتغل بنفسك أنت كون عنصر فاعل في هذا المجتمع ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال في الحديث القدسي الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي من الأقرب برأيكم الوكيل أم اللي يكون جزء رئيسي من عيال الله سبحانه وتعالى إذا على الفقراء أن يفتخروا أنهم عيال الله سبحانه وتعالى أضف إلى ذلك مثل ما ذكرت في بداية حديثي إنه الغنى والفقر يضع الإنسان على المحك الله سبحانه وتعالى يبتليك يختبر مدى يعني تعاملك مع كم العطاء اللي أعطاك إياه في البداية وأنت غني ويختبر صبرك وأنت فقير الإنسان إذا كان صبور الله سبحانه وتعالى يكافئ حقيقة في الدنيا والآخرة أضف إلى ذلك نقطة جدا مهمة إحنا بحاجة حقيقة حتى نتلمس ونستشعر مدى قربنا من الله سبحانه وتعالى إحنا بحاجة إلى أنه نضع نفسنا بالمحك بين فترة والثانية أنا يعني اليوم عندما أقول إني أحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طيب إني هي لخلقت لسان لو شنو شلون أعرف نفسي إني أحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف شلون أقيس درجة الحب والعلاقة بيني وبين إمام زماني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال أن أضع نفسي على المحك أشوف اختبار الاختبار الحقيقي هو اللي يبين لي درجة المحبة الارتباط هل أنا أسير على نهجة أو ما أسير ولهذا أنا تحدثت قبل كم يوم عن الرياضة الروحانية إنه الإنسان بحاجة إلى أن يتبع الرياضة الروحانية بين فترة وأخرى حتى يكبح جماح شهواته ويكون ولا يكون من صاع إلى غرائزه وإلى شهواته حتى لما يضع نفسه على المحك يكون قادر ومحصن على انه يتخطى كل الصعاب ان يعني رب العالمين بغيرته يريد يشوف مدى حب إله مدى انتمائي ولهذا احنا دائما يعني نستمع ونشاهد ونلاحظ الوصايا اللي وردت عن اهل البيت بحاله الصبر وعدم الجزع عدم الياس يقول لك هو هذا المحك انا يعني لما ابتليك في الدنيا اريد اختبرك ونشوف انه العوالم اللي يمر بها الانسان ومنها عالم الدنيا اللي هو يعتبر من العوالم الملموسه او الماديه نشوف انه هذا العالم حقيقه هو دار ابتلاء للانسان المؤمن، للانسان التقي، الانسان اللي يحاول انه يعني يضمن اخرته ويعيش بخطى واثقة في هذه الدنيا إذا علينا أنه نضع نفسنا بالمحك ولا نكون يعني حقيقة رهائن إلى غرائزنا وإلى شهواتنا اليوم أكو شريحة عريضة من الشباب اللي متخرج واللي يعني حتى لو ما دارس وما محصل على عمل معين أو فرصة تعيين أو غيره أو غيره فيحاول انه يذمر بطريقه او باخرى على الواقع اللي عايش به دائما يطمح انه يشوف نفسه في اعلى المراتب وخصوصا الماديه يقول لك انا من حقي انا شاب بعد يومين ورايا زواج ورايا تكوين اسره ورايا كثير من الالتزامات فشوف انه شبابنا الغالبيه يتخبطون ويعيشون بحاله قلق من المجهول ما يعرف شنو مصيره التفكير بالمستقبل والطموح مشروع لكن اذا زاد عن حده بحيث انه غيبت مساله الايمان بالله سبحانه وتعالى ومساله يعني جهلي لنعم الله سبحانه وتعالى او الاختبار فبكل تاكيد ما راح اكون يعني غير بس انسان جزوع ومهبط ومحبط ايضا دائما رغم الظروف اللي تواجهنا علينا انه نكون متفائلين تفائلوا بالخير تجدوه اليوم كثير من الشباب نشوفهم مخلين ايدهم على خدهم ويائسين محبطين ما عنده فد هدف معين ما عنده فد توجه معين بحياته لما تساله تقول له ليش يقول لك والله انا شنو حياتي لا عمل ولا شغل ولا مستقبل حتى الماضي مالي أنا ما اعرف شلون خلص طيب انت حقك تريد انه تكون عنصر فاعل في مجتمعك تريد تاخذ حقك وسط هذا المجتمع لكن تفاءل التفاؤل هو حالة واضحة وحقيقية للثقة بالله سبحانه وتعالى انت اسأل عليك اعمل اللي عليك مو انت نايم للساعة 12 او الوحدة الظهر وتقول أنا والله ما عندي حظ طيب تقول أنا شو اسوي يعني ما عندي شغل شو اسوي قاعد من الصبح طيب انت صليت صلاه الصبح اقتربت من الله سبحانه وتعالى، لو صلاه الليل مالتك صارت يعني عباره عن مواقع تواصل اجتماعي وجهاز يعني تلعب به هذه الالعاب الالكترونيه من الكلاش ومنها ما اعرف هذه هذه الالعاب الالكترونيه الحديثه اللي اخذت وسرقت ابنائنا من عندنا هي هاي صلاه الليل مالتك طيب جرب انه صلي صلاه الليل ما عندك عمل تبحث عن عمل تبحث عن فرصه ل انه يكون عندك مردود مالي تريد تاخذ دورك بالمجتمع تقرب من الله سبحانه وتعالى ما يريد من عندك النوافل والمستحبات وغيرها وغيرها ابدا بالصلوات الخمس الـ هذه الواجبة خلي يكون عندك صلة بالله سبحانه وتعالى من خلال عدد الركعات لهذه الصلوات الخمسة تواصل لما تحتصر والضيق بك الدنيا وتحس أنه صدرك يعني مختنق حاول أنه تمسك القرآن أنا اليوم لو أرد أسأل أغلب شبابنا المحبطين سؤال واحد أقول لك قصال لك ملازم القرآن ايش قد صار لك ما مصلي؟ يعني امور كثيره حقيقه هم بعيدين عن ساحه الله سبحانه وتعالى ويريد انه يتوفق في حياته. طيب بدايه التوفيق يجب انه يعني بدل ان اسال الناس عن عمل معين او عن فرصه عمل او عن ماده او امور اخرى متعلقه بي خليني اتقرب من الله سبحانه وتعالى اساله هو خلي اتقرب من عنده خلي التصق به خلي اسير على نهج محمد وال محمد بالتالي راح اشوف التوفيق حاضر وياي واول شيء اللي ربما احصل عليه من الله سبحانه وتعالى هو الاستقرار الروحي والعقلي والهدوء والسكينه هذا القلق اللي بداخلي كله راح ينتفي خلينا نجرب نتقرب من الله سبحانه وتعالى وشوفوا النتائج اعتبرها يا أخي مسألة تجارية بينك وبين رب العالمين وابدأ ابدأ من الآن تقرب من رب العالمين، تطهر، توضأ، حاول انه تصلي، حاول انه تبدي صفحه جديده مع رب العالمين، وتوب بعد ان تغتسل غسل التوبه لله سبحانه وتعالى، وشوف الفرص شلون راح تفتح امامك، شوف الابواب الموصده شلون راح حقيقه تحطم امامك وتصير بثبات لتحقيق كل طموحك واحلامك. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم حقيقة لخدمة الدين والمذهب وأن نكون من الملتسقين الحقيقيين برب العزة ومن السائرين على نهج محمد وآل محمد مشاهدينا في نهاية حديث حقيقة بعض الإخوة والأخوات يعتقدون أنه هذا الرقم الظاهر أسفل الشاشة الخاص بالواتساب هو للاتصال دا أشوف اتصالات على هذا الرقم احنا هذا الرقم خاص فقط بالواتساب أرجو أنه يعني اه توصلكم الرسالة اه حاضرين إذا أي رسالة ممكن تبعثوها اه فبالإمكان أنه نقرأ لكم إياها خلال الوقت المخصص بفقرة رسائل المحبة أكتفي بهذا القدر في تعليقي وحديثي اه عن اه هذا الحديث اللي شفناه اليوم لمولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في اظهار جواهر الرجال وننتقل الى فقره اخرى هي فقره صناعه الحياه. اهلا بكم مشاهدينا في فقره صناعه الحياه. نسلط الضوء في فقرتنا هذه على بعض النصائح المقدمة من مولانا الإمام الرضا عليه السلام للوقاية من بعض الأمراض المشاعة بين عامة الناس كما وردت في رسالته الذهبية سلام الله عليه. جاء فيها: إذا جاء الزكام في الصيف فليأكل كل يوم خيارة واحدة وليحذر الجلوس في الشمس ومن خشي الشقيقة والشوصة فلا ينم حين يأكل السمك الطري صيفا كان أم شتاء ومن أراد أن يكون صالحا خفيف اللحم فليقلل عشاءه بالليل، ومن اراد ان لا يشتكي كبده عند الحجامه فليأكل في عقيبها هندباء بخل، ومن اراد ان يشتكي سرته فليدهنها اذا دهن راسه، ولا يخرج فيها ناسور فليدهن حاجبيه، ومن اراد ان لا يسقط ادناه ولا لهاته، فلا يأكل حلوا الا تغرغر بخل، ومن اراد ان لا يفسد اسنانه فلا يأكل حلوا، إلا أكل بعده كسرة خبز، ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان والصفار، فلا يدخلن بيتا في الصيف، فلا يدخلن بيتا في الصيف أول ما يفتح بابه، ولا يخرجن من بيت في الشتاء أول ما يفتح بابه بالغداة، ومن أراد أن لا يصيبه ريح، فليأكل الثوم في كل سبعة أيام، ومن أراد أن يمريه الطعام فليتكئ على يمينه. ثم ينقلب بعد ذلك على يساره حين ينام ومن اراد ان يطفي المره الصفراء فليأكل كل بارد لين ومن اراد ان يذهب بالريح البارده فعليه بالحقنه والادهان اللينه على الجسد عليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن اي يتخذ حوضا يغتسل فيه ويتجنب كل بارد يابس ويلزم كل حار لين واعلم ان المسافر ينبغي له ان يتحرز في الحر اي يسافر وهو ممتلئ من الطعام او خالي الجوف وليكن على حد الاعتدال وليتناول من الاغذيه اذا اراد الحركه الاغذيه البارده مثل القريص والقريص هو طعام يطبخ من اللحوم اللطيفه كالسمك والهلام وهو طعام لحم العجل بجلده والخل والزيت وماء الحصرم أي ماء العنب الأخضر ونحو ذلك من البوادر واعلم أن السير الشديد في الحر ضار للأجسام الملهوسة إذا كانت خالية من الطعام وهو نافع للأبدان الخصبة فإما إصلاح المياه للمسافر ودفع الأذى عنها هو أن لا يشرب المسافر من كل منزل يرده الا بعد ان يمزجه بماء المنزل الاول الذي قبله، او بشراب واحد غير مختلف او بشراب واحد غير مختلف فيشوبه بالمياه على اختلافها، والواجب ان يتزود المسافر من تربه بلده وطينه، فكلما دخل منزلا طرح في انائه الذي يكون فيه الماء شيئا من الطين، وخير المياه شربا للمقيم والمسافر ما كان ينبوعها من المشرق نبعا أبيضا وأفضل المياه التي تجري من بين مشرق الشمس الصيفية ومغرب الشمس الصيفية وأفضلها وأصحها إذا كانت بهذا الوصف الذي ينبع منه وكانت تجري في جبال الطين لأنها تكون حارة في الشتاء باردة في الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات وأما المياه المالحة الثقيلة فإنها تيبس البطن ومياه الثلوج والجليد رديئة للأجسام كثيرة الأضرار بها وأما مياه الجب فإنها خفيفة عذبة صافية نافعة جدا للأجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الأرض وأما مياه البطائح وهو المسيل الواسع الذي فيه دقائق الحصى أي الأرض ذات الملح والنز فحارة غليظة في الصيف لركودها ودوام طلوع الشمس عليها وقد تولد لمن داوم على شربها المرة الصفراء وتعظم اطحلتهم. اذا حياكم الله مشاهدينا من جديد مثل ما شاهدنا هذه القبسات من نور الرساله الذهبيه للامام علي بن مسرضه عليه السلام. حقيقه واللي هي كلها بسيطه لو نتبعها بحذافيرها اكيد راح نقي انفسنا من مجموعه من الامراض وكلها متوفره ومتاحه في يعني تحت متناول اليد فامور بسيطه جدا لو نتبعها راح نحافظ على انفسنا من شر الامراض اقان الله واياكم من كل الامراض امين يا رب العالمين اذا مشاهدينا وصلنا الى المحطه الثالثه في برنامج نوافذ الحياه هي فقره رسائل المحبه واللي من خلالها راح نستقبل رسائلكم الخاصه على الواتساب لذا كف كثفوا من رسائلكم حتى نطلعكم عليها ونقراها على الهواء مباشره رسائل المحبه خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا وردتنا اولى الرسائل مجموعه كارتات طبعا من النجف الاشرف اعتقد خلي اشوف من وين هذه ال ها العلويه ام امير من النجف الاشرف وايضا الاخت زهراء من النجف هذه هي الكارتات اللي بعثونا إياها طبعا مجموعة كارتات جميلة جدا عليها عبارات بما أنه احنا نعيش أيام زواج النورين مبارك عليكم زواج النور من النور علي وفاطمة وكذلك نبارك لكم زواج النور من النور علي وفاطمة أيضا هذا كارت آخر وكذلك كارت جميل فيه وردة جميلة جداً يقول اسعد الله صباحكم بالخير ونور قلوبكم بالقران هذه هي التصبيحه على برنامج نوافذ الحياه شكرا لكم ولذوقكم ووردة أخرى أيضا الله ينور القلب الدافئ بالحب الصافي تحياتي لكم هذه أيضا هي الزهرة الصباحية اللي بيعثونا إياها على هذا الرقم الخاص بالواتساب ما شاء الله كارت آخر يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هذا أيضا هي باقة من الورود شكرا للأخت أم أمير والأخت زهراء من النجف ولكل أهلنا وأحبتنا بالنجف الأشرف آه حقيقة الرسائل الكثيرة آه منها مقاطع فيديو اللي طبعا ما نقدر احنا نستعرضها آه يعني آه على الهواء مباشرة آه لكن <applause> هذا كارت أيضا جميل جدا آه وردنا آه من آه أحد الأخوة والأخوات آه يقول هذا كارت يا رب في صباح هذا اليوم رزقنا آه فرح يعقوب وفرج يونس وصبر ايوب حقيقه وتصبيحه ايضا وكارت جميل جدا وردنا على هذا الرقم الخاص من على الواتساب. وردتنا رساله اخرى طبعا احنا عاده يعني يا يعني ريت يعني انه الكارت يعني يتركون تحت توقيع حتى نقرا يعني الاسم مجموعه كارتات ايضا. آه من الاخ هادي البديري من الديوانيه حياك الله يا هادي مشتاقين لسماع صوتك يا عزيزي آه كا آه كارت جميل جدا يقول اسعد الله صباحكم بكل خير شكرا لك يا هادي آه المتابع آه الدائم لبرنامج نوافذ الحياه و آه أسعد الله صباحكم لجميع كادر نوافذ الحياه مع تحيات هادي البديري من الديوانيه تحيه لحضرتك يا هادي وبارك الله بيك ومشكورين على هذا الكات وهذه الكلمات الجميله الاخت ناصر اللي دائما تسعدنا بحقيقه يعني بعثت كارت بصينيه شاي صباحيه نتمنى انه حقيقه يعني نشرب هذا هذا الشاي لانه شكله يشهي حقيقه قوري فرفوري واما شكردان واما الكوب ولو الكوب فارغ ما اعرف ليش يا ام ناصر بس حلو عاشت ايدك ونشكرك يا ام ناصر على هذا الكارت الجميل اللي بي يبعث حقيقه بالتفاؤل والطمانينه والسلام. كارت اخر ايضا بعثته الاخت ام ناصر تقول في هذا الكارت صباح الخير والورد والياسمين لاصحاب القلوب البيضاء بحب الله عامره صباحكم ورد اختكم أم ناصر وبعث باقه ورد بيضه نقيه كنقاء قلبها الطاهر شكرا لك يا أم ناصر على هذا الكارت الجميل رساله اخرى تقول السلام عليكم احباب سيدي ومولاي شكرا احبتي على هذا البرنامج الراقي اللي كل حب وثقافة الحبيب سيدي ومولاي أنا كلش أحب قناتكم الموقرة حتى بالدوام وأشوف برنامجكم نور من إيران حياك الله يا أخت نور من إيران وتحية لحضرتك وإن الشرف حقيقة بمتابعتكم والتواصل مع برنامج نوافذ الحياة طبعا الآن بعثت الرسالة هي دا شاهدنا ونبعث لك تحية وسلام من أرض كربلاء المقدسة ومن جوار المراقد الطاهرة لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس وكذلك نرفع أكفنا بالدعاء لكم يا أختنا نور من إيران بالموفقية والسداد وراحة البال إن شاء الله ونشكركم على التواصل مع برنامج نوافذ الحياة اللي يبث كل يوم من السبت إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا على الهواء مباشرة. رسالة أخرى أيضا وصلتنا من لبنان يعني ما ذاكرين الاسم لكن ذاكرين فقط اسم الدولة تقول أسعد الله صباحكم ونحن من متابعي برنامج نوافذ الحياه، شكرا لكم على المتابعه احبتنا من لبنان الحبيبه أه ولتواصلكم الدائم مع برنامج نوافذ الحياه. الاخت زهراء من النجف أه بعثت كارت الان طبعا أه يقول الله يحفظكم ويرعاكم يا غالين صباح الورد هذا هو الكارت اللي بعثته ان الاخت زهراء من النجف، شكرا لكم أختنا زهراء من النجف وتحية الحضرتج طبعا الرسائل كثيرة جدا وما إذا كانت هناك رسالة أخرى نعم رسالة أخرى تكتب خلينا نشوف الكارت الآخر اللي وردنا نعم، صباح الخير والمحبة على الكادر الجميل ووفقكم الله بكل خطاكم وحفظكم جميعا، شكرا لكم. بس يا ريت تكتبون فد اسم يا اخوتنا او اخونا ما اعرف الآن يعني فقط كلمات جميلة كجمال روحكم. فيا ريت انه تبعثون باسمائكم حتى نقراها ونميز بين رقي الرسائل اللي تبعثوها عبر الرقم الخاص بالواتساب. كارت جميل ايضا وصلني الان يقول صباح الورد وصباح الياسمين، طبعا هذا الكارت كله حركات وجميل جدا نشكركم على هذا الكارت وهذه التصبيحة لبرنامج نوافذ الحياة عموما نشكر كل من اتصل وبعث برسالة عبر الخط أو الرقم الخاص بالواتساب وأكيد إحنا الغاية من هذه الفقرة هو نتواصل معكم على الهواء مباشرة وبشكل دائم مو فقط احنا حقيقة نستقبل الكارتات وهذه العبارات الجميلة وإنما أي مقترح لديكم اي راي يخص البرنامج فحقيقه نكون سعداء باستقباله ومن خلال طرحه من حضراتكم وايضا يسعدنا يعني تواصلكم الدائم مع برنامج نوافذ الحياه خصوصا عبر الرقم الخاص بالواتساب، شكرا لكل من بعث بهذه الكلمات الراقيه والجميله والكارتات الاجمل. اذا مشاهدينا وصلنا الى المحطه الاخيره من برنامج نوافذ الحياه. و هي فقرة المسابقات اليوم محضرين أسئلة عامة وأسئلة قرآنية وأسئلة دينية راح يكون حسب اختياركم إن شاء الله تعالى وأكون في غاية السعادة عندما أصل إلى هذه المحطة محطة المسابقات إذا خليكم ويانا يلوموني. على حبك خلهم يلومون ما يدرون انت الاصل والغايه. السلام عليك يا مولاي ابا عبد الله الحسين. حقيقه يعني هنيئا كل من زار قبر الحسين سلام الله عليه، وهنيئا لكم مشاهدينا الاحبه اذ وفقنا الله سبحانه وتعالى للدعاء لكم باستمرار تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام إذا خلينا وصلنا وياكم مشاهدينا أعرف حجي على الميديم هذا الميديم مو صحيح على الميديم فقرة المسابقات مشاهدينا اللي من خلالها راح نطلع على الإبداعات الفنية اللي راح يشتغلها سمسم طبعا بدأ من الآن بالتجوال كالفراشة داخل الاستوديو وبدا يحضر الورود والازهار وحتى يعطينا لقطات ترضيكم ان شاء الله اذا مشاهدينا فقره المسابقات راح تحتوي على مجموعه اسئله ثقافيه عامه وقرانيه ودينيه ايضا نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى نستقبل اتصالاتكم على الارقام الظاهره اسفل الشاشه وبدت الاتصالات تنهال علينا زينب من الحله سلام عليكم يا زينب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخو زينب مية لبيش تحيه لحضرتك ولكل اهلنا ببابل حياك الله وبياك وتحيه لكم ولكل من سكن هذه البقاع المباركه كربلاء صلوات ربي وسلامه عليها كربلاء 90 وابو الفضل العباس بارك الله فيك ان شاء الله بالصلاه على محمد وال محمد اللهم, اللهم صل الله. على محمد وآل محمد <سؤال> آه علويه 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 زينب آه هاي هاي اللقطه آه هديه من آه كادر برنامج نوافذ الحياه راح تطلع لك الان آه هاي هديه لحضرتك دا تشوفين التلفزيون صحيح؟ ان شاء الله دتابعينا يلا ان شاء الله اكيد يلا هاي اللقطه اذا تجهز هاي هديه لحضرتك خلي بين ما تجهز هذه اللقطه آه اسالك السؤال يا آه علويه هذه اللقطة بالجو، هذه هدية لحضرتك، هذه الـ 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 الوردة وإن آه شاء الله تعجبك هذه اللقطة يا آه علوية زينب. شفتيها علوية؟ علوية؟ والله بعدني ما شفتها ماكو حضرتك طالعة بعد ما يلا هسه هسه راح توصل لك، هذه اللقطة هدية لحضرتك يا آه علوية زينب. أشكركم إن شاء الله. بارك الله فيك. القلوب وعلى الوداد. بدي. نعم يا علوية للأسف انقطع الاتصال ويا العلوية زينب أعتقد بارك الله بكم يلا زينب من بصر سلام عليكم يا زينب السلام عليكم حياك الله خذ زينب مية هلا الله الله يبارك بيك يا زينب مستعدة للسؤال زينب إن شاء الله بس عندي مشاركة زواج الإمام علي يلا نسمع زواج النور من النور من سابع سنه كاتب المعبود ما شاء الله العلي نتروه الورود الله في الفرحه تنور أنا بالفرحه نور الدنيا, بالفرحة. الدنيا احسنتم يا زينب بارك الله فيكم اهل البصره والجنوب دائما عندهم يبعثون الحماسه بالهوسات والشعر الشعبي مباركين يا زينب الله يحفظك الله عليكم أه الله يحفظك زينب السؤال يقول كم عند النحلة من العيون يعني النحلة كم عين عندها البشر اثنين البشر أربع اثنين أربع أر... أربع زين راح نعطيك خيارات انا اليوم كل السهل وياكم يعني ما ما عندي فد صعوبه بالاسئله راح نعطيك خيارات ماشي نعم نعم اربعه لو خمسه لو سته نقول أربعة إن شاء الله. زين راح أعيد لك الاختيارات مرة أخيرة. أربعة لو خمسة لو ستة. ستة ستة. للأسف للأسف جواب خاطئ. أه ما جاوبتي على السؤال يا زينب و أه مع انه ساعدتك يعني حاولت اساعدك يلا أه ننتقل للعاصمة الحبيبة بغداد الأخت إسراء من بغداد سلام عليكم يا إسراء السلام عليكم الله يخليك تحياتي لك سعد محمد وكل السادر حياك و... الله, و... ومناصرة الله. قبول عيد أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب الله يبارك بيك تحية لحضرتك ولكل أهلنا ببغداد وحقيقة الله يعني يوفقكم ويسدد خطاكم أه أشكرك. وهذه هذه... هذه هذه شوفي باقة الورود هاي كلها تحية لأهل بغداد تحياتي إليك استاذ وتحيه السمسم ايضا الله يحفظك الله يخليك <تحيك> يلا جاوبين الله على السؤال جاوبين على السؤال <applause> آه يعني السابق خلينا نقول نعم <applause> آه او خلينا نشوف غير سؤال حتى آه لانه آه لربما احترق سؤال هذا السؤال هو مو خمسه؟ لا هسه نعيف هذا السؤال لانه هو <applause> احترق اصلا اين آه <applause> آه <إن تصفيق> آه توجد حاسه الشم عند الثعبان؟ بلسان أستاذ. منو قال هذا؟ معلومة هاي عندي من زمان <applause> يلا عاشت ايدك موجودة باللسان يا إسراء <applause> وأول متصلة تدخل ويانا للقرعة ممكن يلا نطينا اختك يلا ماكو مشكله يلا يلا بس على السريع السلام عليكم حياك الله اختنا من ويانا شكرا سعد محمد حوراء وياك حوراء مية هلا بيك يا حوراء الله يحفظك شارك عين سعد محمد شلون اخبارك انا بخير اذا انتم بخير يعني دائما لا عن اخباري وانا اتواصل وياكم بالخير والسلامه الله يخليك شاء الله دائما بخير الله يحفظك يا حوراء يلا حوراء على السريع نعم. فقرات العنقيه عند الانسان ايش سبعة الفقرات العنقية عند الإنسان خمسة البارحة مو كان آه. دكتور محمود زنقنا وسولفنا على الفقرات العنقية آه العفو لا عفاني يعني اي زين الفقرات لا. العنقية عند الزرافة كم فقرة؟ سبعة يعني انت لو دا تغششين لا لا لو آه. اسراء هي غششتك يعني <applause> ها آه لا بس هي سامعين بها الفقرات الزرافه سبعه يلا عاشت يدي الجواب الصحيح يا حوراء وبالتوفيق ان شاء الله يلا اتصال اخر اتصال اخر يلا وين وين انزل وين انزل بعد لقطتي على الشاشه وين انزل سمسم اي العلويه زينب يلا علويه زينب سلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نعود إياكم أحمد ونقول هذه الأيام اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها بس وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا أحسنت بس أحسنت <applause> علوية أحسنت علوية بارك الله فيك أحسنت علوية سؤالك قرآني سهل يا بما تحب ترضى اللهم صل الله. على محمد اللهم صل على, <applause> على محمد وعلى محمد القران هنالك سور مكيه وسور مدنيه لماذا سميت السور المكيه بالمكيه؟ طبعا سبب نزولها في مكه المكرمه و السماء مكيه القصيره مكيه والطويله طويله يمكن البقرة على الاوراق نزولها انا بعدني ما كملت السؤال راسا استلمتيني بالاجابه بماذا تميزت السور المكيه؟ <applause> السور المكيه هي بها الاحكام التشريعيه مثل سوره البقره، سوره النساء، سوره النور وطويله تكون <سلام> <سلام> <وشكرا للمحب>. <سلام> <سلام> اللهم صل <أسل سلام> على محمد وعلى محمد حقيقه انا للتختبر طبعا هو جاوبتي انت بالشكل الاول بس للتختبر ثقافتك القرانيه الى اي مدى ما شاء الله عليك علويه وبارك الله بيك ونسال من الله سبحانه وتعالى التوفيق لك بنور القران احسنتي الدعاء الدعاء ان شاء الله اسالكم الدعاء الله يوفقكم ان شاء الله صدقيني صدقيني ما ننساكم بالدعاء صدقيني حضرتك أيوة وكل من يشاهدنا ما ننساهم أيوة بالدعاء عند مرقد مولانا الامام الحسين عليه السلام شكرا لك علويه شكرا لك ولاتصالك يلا نروح النورس نورس ابن الكوت سلام عليكم يا نورس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح العافية عليك أخوي الكريم. صباح العافيات والورد والسرور والورد الجوري وكل أنواع الورود على حضرتك يا نورس. علينا يعني وعليكم على الجميع إن شاء الله الورود الله يبارك بيج، آني يعني آه يلا آه سؤال آه يعني سهل لحضرتك آه يقول آه كم يمتلك الأخطبوط من القلوب؟ كم قلب عنده الأخطبوط؟ الأخطبوط البشر عنده خمس ست قلوب قلب واحد لا عنده قلب واحد عنده قلب واحد زين يعني عنده قلب واحد اي يعني وناس عندها خمسه وسته تتحمل يعني يعني <applause> والعداد ما آه يعني, يعني. عنده ست قلوب <applause> اي كم قلب عنده الاخطبوط؟ سته ايش سته دعوه يا معوده على كيفك ويانا شويه قلليهن مو هيك يعني درينا عنده درينا عنده زعانف ويدين هوايه ويا هوايه. يقول عنده هذه هذه نورس بصفة. سمسم سمسم هدا لقطه بها باقه مال ورد لحضرتك تحتوي على الوان الورود الحمراء والبيضاء و يعني الخضار هذه لقطه من برنامج نوافذ الحياه لحضرتك يا يعني نورس كل ورود ل... هو ورده ما يهدي الورد. الله يبارك بيك يا نورس يلا جوابك الاخير نورس لانه انت اخر اتصال ويانا نقول خمسه زين هن راح نعطيك اختيارات ثلاثه و انت ما انطيتني اختيارات يلا ما يخالف ثلاثه اربعه سته يلا اختاري ثلاثه اربعه سته ثلاثه متاكده؟ نقول ثلاثة والله كريم جواب الصحيح يا نورس ثلاث قلوب عند الأخت ودخلت ويانا يعني القرعة كنت آخر اتصال عندي نعم يلا شو شن... عندي مشاركة للقناة يلا, يلا مشاركة جميل. يلا مشاركة للقناة بس على السريع لأنه وقتنا بدا ينفذ يقول مشكورين من كادر قناة حسين الله وممنونين منكم وانتم يا الطيبين احنا ممنونين منكم على المتابعة احنا لكم نبقى مقصرين ما شاء الله ويحفظكم حيدر واولاده يحفظكم حيدر واولاده ما شاء وولادة الله يحفظكم حيدر واولاده وانتم كذلك و... يا نورة شكرا الله يسلمني على احمد خبر هواية الله يبارك بيش طبعا احمد ما طلع من البرنامج اكيد لانه انفاسه ويانا وان شاء الله نلتقي ويا احمد عن قريب ان شاء الله تعالى الله تحياتي الله يبارك بك يا نورس بارك الله بكم شكرا لحضرتك يا نورس وشكرا لكل من اتصل او حاول يتصل لكن ما قدر يحصلنا بقى فقط عندنا وقت حتى نقيس نشر القرعه نقيس شنو هذه الموسيقى راح اخوض هذه الاوراق لانه لازقه اخوضها بالقلم حتى يعني نتمكن من فصلها طبعا يعني هذه دائما للسكرات انا اعترض عليها يلا نسحب هذه الورقة نسحب هذه الورقة اللي طلعت ويانا طبعاً اللي شارك ويانا حلة بغداد أه بعد شنو أمير حلة بغداد أه البصرة مو وكوت اللي فاز ويانا أهل بغداد حوراء من بغداد مبروك عليك يا حوراء هذه هي الورقة مبروك عليك يا حوراء الجائزة المقدمة من قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية وراح يطلع اسمكم بالسي جي مبروك عليكم ومبروك آه إن حقيقة لأنه دائما نحرص على سماع أصواتكم وتواصل مع حضراتكم الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى تماما ولا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أشكركم مشاهدينا وإذا تشوفون إذا السريع لأنه الأخوة بالكنترول يقولوا لي استعجل راح نطلع من الهواء إن شاء الله ألتقي بكم باكر في حلقة يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً انتظرونا في أمان الله